اسمحي لي بس ان انا ابدا. اتفضلي. اديني 5 دقايق من فضلك، يعني ان انا اسمحوا ان انا اوجه لكم جميعا التحيه والتقدير، واشكر العاملين سواء كان في الهيئه العامه للاستثمار على الجهد المبذول، او حتى رجال الاعمال والصناعه اللي شغالين في هذه المناطق، بوجه لهم كل التحيه وكل التقدير وكل الدعم. احنا عايزين يعني خلينا اقول لكم ان احنا زيارتنا النهارده الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان احنا ناكد ان احنا مهتمين اهتمام كبير قوي قوي بالصناعه في مصر وبدعمها، وايضا بتسهيل كل المعوقات او المصاعب اللي ممكن تكون بتقابلها، لان احنا مش بعيد عن الواقع اللي احنا موجودين فيه، واللي احنا النموذجين اللي احنا شفناهم من دلوقتي بالرخصة الذهبية هو ده مسار الدولة اتحركت فيه عشان تيسر ما امكن من الاجراءات اللي بتتعمل، زي ما اتقال 26 موافقة وجهة ولاية بتتكلم، وده بياخد وقت كبير من المستثمرين في الوصول الى يعني الى الاجراء العمل الحقيقي ان هو يطلع مشروعه ويتحرك فيه للنور. وانا يمكن هنا كلامي يعني لينا احنا كدولة، ان احنا جهات الولاية اللي بنتكلم عليها ديت، احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده، وقلنا عايزين نعمل شباك لواحد وجهة ولاية، يعني تبقى الجهات الولاية تبقى موجودة في مكان واحد وتدي موافقة في مدة زمنية ما تزيدش عن 20 يوم او اقل لو امكن. واتكلمنا على ان احنا لو ممكن، مش ممكن بقى ده الكلام ده احنا عملناه، وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل، عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار او اللي هو يعني الاجراءات الادارية اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. انا اتصور ان اللي احنا شفناه النهاردة النموذجين دول هم كويسين، بس مش كفاية. اذا كنا بنتكلم على ان احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون انها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. وبالتالي احنا كدولة مع رجال الاعمال في مصر نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الاعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي احنا يعني هنطلق اجندته دكتور مصطفى في مش كده اول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هكون بنتكلم في فعالياته. ارجو ان هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الاعمال ان هم يعرضوا بشكل او باخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومة او في الدولة، احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله، عشان ما يبقاش فيه مشكلة ابدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. زي ما انتوا شفتوا كل مشروع من دول هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دخل اضافي، مش للشركة اللي بتعمل، لا، لكل انسان بيشتغل جوه المشروع. وده الهدف، ان احنا حجم العمالة كبير اللي في مصر، واللي انا اتصور ان تكلفته مش كتير، يعني انا اقدر اقول ان العمالة المصرية اجورها مقارنة باي دولة من دول العالم مش كتير. يتبقى ان احنا اتكلمت برضه هنا يعني في المشروع الاولاني بتاع الفساد بتاع، اتقال ان احنا في مدرسة هتطلع يعني هتدرب وكده، واحنا كنا قلنا رجال الاعمال احنا مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة، وفي رجال اعمال عملت كده، يعني في رجال اعمال عملت مدرسة، وفي رجال اعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح انتاج وتدريب حاجتها من العمالة، ويعني علمتهم في المدارس ديت وخدتهم او بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم. اللي انا عايز اقوله هنا ان احنا مستعدين نتوسع في هذا الامر، وبنشجع رجال الاعمال على ده، على ان احنا النهارده ان يساهموا معانا. انا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية، انا بتكلم يساهموا معانا في ان هو مسار اعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية سوق العمل. انا بتكلم في النقطة ديت، مستعدين احنا
نتعاون معاكم في هذا الموضوع. يبقى إذا كنا بنتكلم على المنظومة الخاصة بالاستثمار من الأراضي وتخصيصها، من الرخص بتاع جهة الولاية وسرعة الانتهاء منها، من العمالة الماهرة المدربة اللي ممكن تبقى عندها مشاركة ناجحة في العمل اللي احنا بنتكلم عليه ومدربة بشكل كويس، يتبقى مراكز البحوث والتطوير اللي موجودة في مصر، وهي سواء كانت في الجامعة أو المراكز الأخرى كتير جدا جدا، ومهم أوي إن احنا نربطها مع رجال الأعمال والصناعة في مصر، لأنها في النهاية ممكن توجد حلول لمشاكل أو لنقاط محتاجة تطوير لو قدرنا نعمل تنسيق وربط بين مراكز البحوث ديت وما بين الصناعة اللي موجودة في مصر. أنا مش عايز أطول عليكم، لكن أنا كنا قلنا إن احنا خلال الفترة دي واللي جاية هنتوسع دكتور مصطفى في إن احنا نروح لمصانع كتير ومشروعات كثيرة، رجال القطاع الخاص اشتغلوا وعملوها ونماذج ناجحة جميلة، نحب إن احنا أولا نشجعها وثانيا نلقي الضوء عليها قدام الناس في مصر، لأن كتير من الكلام اللي بيتقال محتاج إن احنا نؤكده. يا ترى رجال الصناعة أو حجم القطاع الخاص في مصر كم من الإجمالي؟ 20%؟ 30%؟ 50%؟ أنا عايز أقول لكم ده 70% ولا 75%، مش كده يا دكتور مصطفى؟ على عكس ما كتير من الناس يتصور الرقم غير كده، أنا بتكلم على الأقل 75% من ده. في نقطة مهمة قوي، عشان يمكن وإحنا بتكلم كده يقول لك طب أنتوا النهاردة يا ترى أنتوا جادين في حل مسائل المستثمرين بما فيه الموضوع بتاع خاص ومستلزمات الانتاج والمشكله اللي اتعملت خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. طبعا، وانا يمكن قبل ما ادخل هنا كنت بتكلم مع السيد محافظ البنك المركزي بقول له طمني انتوا عاملين ايه، عشان احنا عايزين ما يبقاش في مشكله حقيقيه تقابل العمل والاستثمار في مصر. انا بقول كده لان احنا ما فيش حاجه هنخبيها عليكم، احنا بنبذل اقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها، على العالم كله، على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء. لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن، واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بالكتير نكون كل المعوقات اللي كنا بنتكلم فيها تكون خلصت، مش كده؟ عشان بس نبقى ايه كلامنا قدام الناس على هوا دكتور مصطفى، مش اكتر من كده. انا بشكركم، وان شاء الله هيكون لينا زيارات لمصانع ومشروعات مختلفه. بوجه التحيه والتقدير والاحترام وكل الاعتزاز برجال الأعمال في مصر والمستثمرين في مصر وبدؤهم لمزيد من العمل، مزيد من العمل. البلد دي بلدنا كلنا وهتقوم بينا كلنا مش بحد لوحده. شكرا جزيلا.